بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أخواتي، معكم أخوكم منصف. الموضوع تاع اليوم خاوتي هو التركيز على النظافة في مرحلة التجهيز. هي النظافة على طول السنة، لازمنا نركزوا على النظافة تاع الطيور تاعنا على طول السنة، وخاصة ما دام رانا في مرحله التجهيز ما تنساش النظافه، لانه بكل نركزوا مع التجهيز تاع الطير، وكل نسقسيو على السيلينيوم، وكل نسقسيو على الكالسيوم، وكل نسقسيو على دي 3 او. بصح واحد ما يسقسي ويركز على النظافه. هي على كل حال النظافه شيء مفروغ منه، لانه النظافه راهي وقايه سواء لينا حنا ولا للطيور، لانه الحاجه المشتركه اللي تضر الطيور تاعنا وتضرنا حنا هي الأوساخ. الطير تاعنا كي يعود ديما في جو نظيف قلما يصاب بالإجهاد، يعني عمره ما يستريسا، لأنه ديما في نظافة. والجو هذا اللي كيكون نظيف هي حاجة صعيبة بزاف بالنسبة للفيروسات. كل واحد الطريقه تاعو تاع النظافه، كل واحد الحاجه اللي يختارها. كل طريقه تاع نظافه عندها سلبيات وعندها ايجابيات. انا راح نهضر على الطريقه تاعي انا تاع النظافه، اللي كاين اللي يدير كيما انا وكاين اللي ما يديرش كيما انا. ما نعتبروش طريقه صحيحه وطريقه خاطئه. انا نخدم بالدوبل بلاطو، عندي لي بلاطو، عامل لي بلاطو، عندي لي بلاطو هنا، عامل بلاطو يخدم بهم. البلاطو النظيف نبريباريه باه نحط فوق الجرنان، نحط فوق الجرنان ونقص الجرنان بالطريقة هذه، ونحطو لهنا فوق البلاطو هنا. قبل ما نحط البلاطو هذا نكون بريباريه طريف تاع ما فيه الفيركون، طريف تاع ما فيه الفيركون، هذا هو الفيركون. الفيركون هذا ننظفو بيه، ديزانفيكتيو بيه لاشومبر تاعنا، و ديزانفيكتيو بيه الأقفاص. وتقدر حتى تستعملو أنك تقيس بيه الطير أثناء العلاج تاعو، لأنه عنده قوة خارقة على قتل الفيروسات. وهذا الفيركون هذا الأكثرية ديزانفيكتيو به لي زونكار تاع الجهاز، ديزانفيكتيو به الإسطبل تاع الأحصنة تاع المواشي، يعني هو خارق للعادة. راهو كاين في عبوات صغيرة كيما هكا، والحمد لله دركا راهو في متناول الجميع. حتى الثمن تاعو راهو ولا ثمن مليح، وكان صح شويه زايد وقت كورونا، وشويه الناس احتاجتو بزاف، بصح درك راهو في متناول الجميع. كي تشريو العبوه هذه تأكدوا مليح من الهضاب. مباشرة مع تحطه في الماء يأخذ اللون الأحمر. نهز البخاخة هذه نبخ بها البلاطو تاعي اللي راه نحطه، ونحط الجرنان فوق البلاصة اللي بخيتها بالماء بالطريقة هذه، ومن بعد نبلاصي البلاطو. خاوتي نتمنى انو المعلومة كانت مفيدة. ثم نهاية الفيديو ما تنساش الاشتراك بالقناة، تفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد.
حظ موسم موفق للجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.